النهارده كان حصل حريق كبير في شركه كهرباء الريف، شركه كهرباء الريف المبنى اللي كان موجود دايما، واحنا الناس اللي راجعه ورايحه جايه من راجعه من المطار مثلا وطالعه على الكوبري قدامها المبنى الكبير ده، حصل فيه في ميدان العباسيه النهارده حصل فيه حريق. الموظفين اضطروا، عدد من الموظفين اضطروا ان هم يطلعوا للسطوح علشان تخوفا من الحريق ومحاوله حمايه نفسهم. احنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، تحياتي حضرتك. اهلا بحضرتك. ايه سبب الحريق وفقا للتحقيقات المبدئيه؟ هو طبعا هو لسه بتجري التحقيقات اللي هي تحدد بالظبط السبب الرئيسي عشان نمنع تكراره، انما بصفه مبدئيه كان هو يعني نتيجه ماس كهربي في احد الدوائر في الطابق الاول. ماس كهربائي في شركة الكهرباء؟ هو مبنى، هو مبنى، مبنى إداري، مبنى قديم واخد بالك، والمبنى ده طبعا فيه أكيد الوصلات اللي كانت موجودة طبعا، يعني مشكلة عيوب صيانة يعني. يعني لسه برضو عشان نقدر نحدد بالظبط سابق الأوان، عشان نقدر نحدد، لأن هو اللي يهمنا أكثر من الحادث إن هو عدم تكراره مرة أخرى، وده مهم جدا يعني. طيب بس احنا قسنا الخسائر قد ايه بالظبط؟ انا واضح ان هو يعني كان حريق كبير، في وفقا لمعلوماتنا ان 10 عربيات مطافي كانت بتحاول تتعامل معاه. لا هو بس هو في الحقيقه طبعا هو كان في سرعه في الاستجابه من ناحيه الحمايه المدنيه ووزاره الصحه ووزاره الداخليه وكل الجهات كلها علشان ما يبقاش فيها خسائر، الحمد لله تم السيطره عليه بسرعه، وده خلى ان يبقى خسائر في يعني اضيق الحدود. طبعا الحمد لله ما كانش فيه خسائر الحمد لله. هل العمل في المبنى هيستمر ولا هيتوقف كم يوم؟ لا لا، هو حاليا دلوقتي بيتم التاكد من الوصله الكهربائيه او الوصلات الكهربائيه اللي موجوده للطوابق الموجوده طبعا نتيجه المياه اللي كان يعني بيطفوا بيها، وان شاء الله يعني ممكن على يعني على بعد بكره ان شاء الله ينتظم العمل كالعاده. يعني هو كان في بعض الطوابق يعني الطابق الاول والثاني والثالث تقريبا يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا للدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء.